لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان بين قوله عز وجل لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله لك أي لإبليس الذي فرح بنزول آدم من الجنة من الجنة: اذهب فمن تبعك منهم، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. المقصود بذلك أن قول الله عز وجل لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، فالله قد خلقه ليجعله في الأرض، وإن أسكنه الجنة أولا ليعلمه أمورا عظيمة، ليعلمه ضرر المعصية، وليعلمه أو ليجعل في قلبه الشوق إلى العودة إلى الجنة، وليعلم أن ما أصابه من التعب والمشقة في الأرض التي حذره الله عز وجل منها قبل أن يهبط إليها، قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إنما أصابه بسبب طاعته لإبليس. فليعلم عداوة إبليس له، وليحذر من أن يقع في ذلك مرة أخرى، وقد كان. فثاب الله عز وجل عليه وجعله نبيا، وقد كان قد سمع كلام الله عز وجل وجعله نبيا، فلم يعص الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لأن الله تاب عليه. وقوله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، أصح الأقوال فيها أنهم أجيال يخلف بعضهم بعضا، موجات من البشر كل منهم يخلف الذي قبله. وقيل إن آدم خليفة لمن سبقه من الخلق الذين كانوا في الأرض قبل ذلك، فإنه آخر المخلوقات خلقا، فقد سكن الأرض قبل ذلك أناس، والجنة خلقوا قبل الناس كما قال الله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وذكر في تفسير تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أن الجن كانوا في الأرض قبل آدم فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، وإن كانت هذه إسرائيليات، لكن مسألة وجود خلق قبل آدم ثابت في الأحاديث الصحيحة، ويمكن أن يكونوا في الأرض، فالمقصود أنه يخلفهم، وهو يخلفهم بالطاعة وليس يخلفهم بالمعصية، وإن كان أمر استخلاف جيل بعد جيل يشمل الطاعة والمعصية. فالتفسير الأول أنهم أجيال يخلف بعضهم بعضا، يستخلفون في الأرض في عمارتها والحياة عليها والعيش عليها، وهذا يشمل الخير والشر، وأن الله أوجدهم منهم من يطيعه ويعبده كالذين قال الله عنهم إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والعباد والعلماء والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله، ويشمل الذين يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فكل منهم يعيش على هذه الأرض ويتصرف فيها. تفسير ثالث غير سديد هو أنه خليفة الله، وهذا لم يرد في حديث صحيح ولا في آية قرآنية تفسر ذلك في أي موضع من المواضع، ولا في آثار الصحابة رضي الله عنهم. ومن قال أنه خليفة الله في أنه
يحكم في الأرض بين الناس. هذا رغم أن المعنى من أن من أخذة الحكم بين الناس قد جعل الله عز وجل هناك من يحكم، إلا أنه لا يصلح أن يقال على أحد من المخلوقين خليفة الله، فالله كان ولم يزل مالك الملك، وإنزاله الإنسان على الأرض ليس فيه أنه خلفه سبحانه وتعالى، فملكه لم يزل على الأرض وله ملك السماوات والأرض، فكيف يقال الخليفة خليفة الله، فضلا أن يحمل ذلك على خلفاء المسلمين. فكم من الأنبياء عاشوا مدة طويلة لم يحكموا، وإنما كان الكفار هم الغالبون، كانوا هم الغالبين مدة من الزمن، متجبرين مدة من الزمن، ثم يهلكهم الله سبحانه وتعالى. وموسى عليه السلام لم يتمكن من دخول الأرض المقدسة بعد هلاك فرعون، وإن كان ملك بني إسرائيل على مصر قد امتد، لكن ليست الأرض المقدسة التي يعني كان يريد أن يقيم الدولة بها. وبعد ذلك يعني وقع لبني إسرائيل ما وقع، ومدد متطاولة من يعني سلطان الكفار على الأرض، على معظم أجزاء الأرض. فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أن إني جاعل في الأرض خليفة أن يقصى بها خلفاء المسلمين وحكام المسلمين فقط، فليس هذا هو ظاهر الآيات والله أعلم. لكن في الجملة هذا تكريم لآدم، والكلام عليه كان كلاما فيه ثناء عليه، إني أعلم ما لا تعلمون، وآدم من ضمن من أشير إليهم في هذه الآية لأنه من الأنبياء صلوات الله عليه. وأما قوله عز وجل لإبليس اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فهذا إنزال وإهباط تبكيت، ووجوده وجود ابتلاء ومحنة يمتحن الله بها عباده، مع أنه غاضب عليه فيما يفعل، وغاضب على من اتبعه، فشتان بين الأمرين. وإن فرح إبليس بنزول آدم من الجنة إلى الأرض، قال ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا، هو الحديث الذي أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المراد يطلق على المراد الكوني القدري، ويطلق على المراد الشرعي. فقوله ما جرى على آدم هو المراد من وجوده، ما جرى عليه من المعصية، وما جرى عليه من الإهباط إلى الأرض والشقاء فيها، وابتلاء الذرية في هذه الأرض بالخير والشر، هو المراد الكوني من وجود آدم عليه السلام. وإلا فأصل الأكل من الشجرة كان منهيا عنه شرعا، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. والإهباط عقوبة مجردة لم يخترها آدم، وقد سبق التنبيه على ذلك في قوله فرح إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أن هبوط الغواص في اللجة خلف الدر صعود. احنا قلنا أن هبوط الغواص يعني الاختلاف في أن هذا مقصود، وهبوط آدم إلى الأرض كان غير مراد له ولا محبوب له، ولا هو في حد ذاته صعود، إنما الذي كان صعودا هو عمله في الأرض بطاعة الله. الجوهرة التي أخذها والدرة التي أخذها من الأرض هو العبودية الكاملة التي تؤهله إلى صعود آخر بعد الإهباط الذي حدث، أن يعود إلى الجنة وبحال أكمل وأفضل كما سبق. نقول فالمراد من وجود آدم المراد الكوني القدري الذي جرى عليه بالعقوبة على المعصية، وهذا الذي ذكره آدم عليه السلام في الاحتجاج على موسى صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت آدم،
خلقك الله بيده وأسكنك الجنة، خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال فبكم وجدت؟ قال آدم فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال فكيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني، يخلقني بأربعين سنة. في رواية صحيحة أهبطنا بخطيئتك إلى الأرض، فلامه موسى على الهبوط بالخطيئة، لم يعني ينفك اللوم عن الأمرين، وإنما كان اللوم على الإهباط بسبب الخطيئة، مع أن الإهباط كان أمرا كونيا. قال اهبطا منها جميعا، إهباط لآدم ومعه حواء وإبليس إلى الأرض، فهو أمر كوني لا يمكن أن يعارض ولا يمكن أن ينسب إليه إلا على سبيل التسبب، لكن التسبب كان مقدرا، أعني أنه تسبب بالمعصية وهذا أمر مكتوب، وآدم قد تاب منه. المعصية بعد التوبة بمنزلة المصيبة في ذاتها وفيما ترتب عليها من عقوبة، التي هي في المصيبة مجردة، العقوبة مصيبة لكنها كانت بسبب. ولذلك الجزء الذي يستطيع أن يتخلص منه الإنسان من أثر الذنب هو أن يعني ما سبق أن يتوب إلى الله عز وجل، الذي يستطيع أن يفعله أن يتخلص من الذنب وأثره هو أن يتوب، وقد فعله آدم عليه السلام. فالمقصود أن هذا مراد كوني، هذا المراد الكوني من وجود آدم هو نوع من العبودية، ليس كعبودية سائر الكائنات الأخرى، عبودية فيها مدافعة وفيها مراغمة وفيها مقاومة وفيها شر يقاوم ويدافع ويتاب منه من داخل النفس ومن خارجها، من داخل نفس الإنسان دوافع متنوعة ليست كدوافع الملائكة ليس فيها إلا الخير، وليست كدوافع السماوات والأرض التي اختارت مرة واحدة أن تأتي طائعة وبعد ذلك صارت مسيرة لا تختار شيئا ولا تفعل شيئا، يفعل بها فقط، هي منفعلة لا فاعلة. وأما آدم وذريته والجن تبعا لذلك فهم فاعلون منفعلون، يفعل الله بهم وهم يفعلون أفعالهم الاختيارية، الأفعال الاضطرارية هم فيها يفعل بهم، مثل دق القلب، مثل المرض، مثل الموت والحياة والضر ونحو ذلك، والنفع الذي يحصل لهم بغير عمل منهم، وكل الأمور الاضطرارية. وأما الأمور الاختيارية فهم فيها فاعلون منفعلون، يعني جزء الاضطراري انفعال فقط يحدث فيهم، أما الجزء الاختياري وهو الطاعة والمعصية والإيمان والكفر، قضية عظيمة الخطورة عظيمة الأهمية، هذا الجزء الذي فيه المنازعة بين البشر من قديم، إلا من رحم الله هداهم الله واجتمعوا على أن الله خالق أفعال العباد، هو الذي أرادها ويقدرها ويخلق ذواتهم وأفعالهم، كما أنه خلق لهم قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم، هي مشيئتهم ليست خالقة لكنها متسببة في وجود الفعل، وقدرتهم كذلك. فالفعل الإنساني وجد من القدرة والإرادة الإنسانية على سبيل التسبب، وأوجده الله عز وجل بقدرته ومشيئته على سبيل الخلق والإيجاد من العدم. نعود فنقول أن يعني بنو آدم فاعلون منفعلون، يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم وهم فاعلون حقيقة، ومنفعلون لأن الله الذي جعلهم مقيم الصلاة وجعل بعضهم أكابر المجرمين ليمكروا في القرى، وجعل بعضهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هو الذي جعلهم، هو الذي خلق هذه الأفعال، ونبلوه وخلق الخير والشر، خلق كل شيء سبحانه وتعالى.
الغرض المقصود أن وجود الذنوب أمر مقدر، ولكن من خلال فعل العبد، ليكون هناك عبودية أخرى كما ذكرنا، عبودية الكائنات متفاوتة، عبودية الملائكة إرادة في الخير فقط، عبودية السماوات والأرض والجبال اختيار مرة واحدة أتينا طائعين وبعد ذلك تسيير تام انفعال فقط، عبودية بني آدم من خلال عملهم وإرادتهم وقدرتهم المخلوقة، وهم في ذلك يبتلوا بما يحصل منهم من معاصي بإرادتهم، لتوجد عبودية يحبها الله أمر بها شرعا وأوجدهم من أجلها كونا، هي عبودية التوبة وعبودية الإنابة وعبودية الانكسار والافتقار والإخبات إلى الله عز وجل والرجوع إليه، ويعني الدعاء والتضرع أن يتوب على العبد، وعبوديات من أنواع عجيبة، دي بقى زي ما قلنا من داخل النفس الإنسانية، الذنب الذي فعلته أنت، وأنت إنما أوجدك الله في الأرض لتعبده بأنواع العبودية التي تختلف عن عبودية الملائكة وعن عبودية الكائنات، لن يقع ذلك إلا بأن توجد دوافع متعددة في نفسك أحيانا تغلبك، فعبودية التوبة والإنابة والإخبات سوف تكون من خلال هذه، يعني بسبب هذه الذنوب التي وقعت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لأن هذا مقتضى أسمائه وصفاته التي منها التواب الرحيم، وأنه الغفور غافر الذنب وقابل التوب. إذن لابد يوجد ذنب يغفر، هو الذي يعني هذه أسماؤه الحسنى قبل أن يخلق الخلق الذين يذنبون، فكان لابد أن يوجد خلق يخلقهم بإرادته ويجعل لهم قدرة وإرادة ودوافع مختلفة، خير وشر، وأحيانا تغلبهم دوافع الشر فيقعون في الذنوب، ويرزق من شاء منه التوبة بعلمه وحكمته، من يصلحون للتوبة والإنابة فيتوبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. لذلك كان الذي جرى على آدم من كل ما هذا لا هو المراد، ونوع آخر مراد لله سبحانه وتعالى من لم يرزقهم التوبة، مراد كوني ومراد شرعي من غيرهم، يعني أن الله خلق خلقا يكفرون ويظلون على كفرهم إلى أن يموتوا ويعذبهم سبحانه وتعالى بعد ذلك في القبر وفي القيامة. لماذا خلقهم الله في ضوء قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هؤلاء من الإنس والجن وهم لا يعبدون الله، ليعبد المؤمنون ربهم فيهم بعبوديات لا يمكن أن تقع إلا بوجود هذه النوعية من البشر، زي ما أنت خلقت فيك إرادات الشر التي تغلبك أحيانا وتفعل وبمقتضى ذلك تغلب، يعني تجعلك تفعل المعصية وهي إرادتك أنت تفعلها والله يخلقها، لكن فعلت المعصية لتتوب ولتستغفر ولتتضرع أن يقبلك الله مرة أخرى وهكذا. وأما بالنسبة إلى من خلقهم الله من ذرية آدم وكذا من الجن الذين يكفرون بالله إلى أن يموتوا، فليتعبد المؤمنون فيهم بالمجاهدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أذاهم والتضحية في سبيل الله بالمال والنفس حتى يستشهدوا في سبيله وغير ذلك، والتوكل على الله عز وجل حين يمكن للكفار والظالمين والمفسدين أضعاف ما يعطي المؤمنين. بل من تأمل دعوات الرسل وأكثر حياة البشرية لوجد أن الحق فيها دائما أضعف وأقل، زمانا وعددا ونوعا، يعني في كل الأشياء ومكانا، فأكثر الأرض كما قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض
يضلوك عن سبيل الله. والله سبحانه وتعالى جعل يعني أزمنة طويلة ليس في الأرض أحد من أهل الخير إلا قلة قليلة، كما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، بقايا قليلة من أهل الكتاب، أكثرهم كفر، أكثر أهل الكتاب كفر، وقالوا بألوهية غير الله، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. كان الموحدون قلة قليلة، الذين آمنوا من أهل الكتاب في هذا الزمن كانوا قلة قليلة، وبدأ الإسلام غريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسأعود غريبا كما بدأ. فكل هذا ليتعبد أهل الإيمان وهم قلة مستضعفون يخافون أن يتخطفهم الناس، يتعبدون لله عز وجل ويخالفون الناس ويفارقونهم، أكثر ما كانوا حاجة إليهم لله سبحانه وتعالى. لو لم يوجد هؤلاء الكفار الذين يحاربون الإسلام بكل طاقتهم، ولو لم يكن عندهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا وسلاحا وقوة عسكرية واقتصادية وإعلامية يفسدون بها في الأرض، لما ولدت العبوديات من أهل الإيمان بقول الحق والدعوة إلى الله والصبر والإنابة والتوكل على الله ورجاء الفرج من عنده سبحانه وحسن الظن به في أنه ينجيهم وينصرهم. فهمنا إذن أن ما جرى على آدم هو المراد من وجوده في الأرض، من أصل وجوده وخلقه أنواع العبودية المختلفة يتعبد بها هو وذريته المؤمنون، يتعبدون بمقاومة أنفسهم وبمقاومة غيرهم، بمجاهدة أنفسهم لله، المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، وبمجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى. وكل هذه العبوديات مبنية على وجودهم بهذه الصفة، ووجود آدم بهذه الصفة، ونزوله إلى الأرض بهذه الصفة. وهنا كان تعجب الملائكة أن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته، ومع ذلك أوجد من يفسد فيها ويسفك الدماء. فكان الجواب: إني أعلم ما لا تعلمون، ممن يجاهد من يفسد فيها ويسفك الدماء، وممن يتوب إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض. فهناك من يتوب إلى الله كالذي قتل 100 نفس تاب إلى الله بعد سفك الدماء، وكثير من المشركين، خالد بن الوليد كان من ضمن أسباب قتل 70 صحابيا في غزوة أحد، لأنه الذي التف حول المشركين حول المسلمين وحدث ما حدث، ثم كان سببا في إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض سيفا من سيوف الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن ما جرى على آدم هو المراد من ولودي، لو لم تذنبوا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى الواحد لما يشوف هذا الكلام ما يقول ولا يعلمه، ما يقولش بقى هو احنا الحكاية مالها صعبة جدا كده في الأرض، والدنيا كلها يعني كفر وضلال ونفاق وظلم وعدوان. أنت وجدت لكي تقاوم، تبحث عن أمثل الموازنات تحقق أكثر الطاعات، علشان أنت ما أنت ماشي في أرض فيها شوك، شوك من جواك وشوك من براك، بس أنت مأمور بأنك تاخد بالك من الشوك وما تدوسش في الشوك. هتشوكك شكة تروح جاي شايلها، وبعدين هتؤذى ثم تصبر، وهكذا إلى أن تنجو. هذا الذي من أجله ولد هذا النوع الإنساني، والوجود الجني الإيماني تابع له. عشان كده بعض السلف قالوا: وما وجدت في قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: أهل الإيمان منهم. أهل الإيمان هم دول اللي من أجلهم خلق الخلق الآخرين. من أجلك خلق الله الكفار وأضلهم وجعلهم كفارا يصدون عن سبيل الله لينظروا كيف تعمل، وجعلهم أصحاب زينة وأموال في الحياة الدنيا، آتاهم ذلك كما قال موسى:
منتبها لهذه القضية. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اللي قدر ذلك لكي يحصل أنواع الخير لمن هداهم الله عز وجل رغم كل هذا الضلال. وعشان سيدنا موسى يدعو ويتضرع إلى الله وتحصل الآية، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وليظهر عدله وليظهر حمده، لأن الظلم الفظيع والكفر الفظيع مش هيعدي. وما ربك بغافل عما تعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المؤمنين هيكونوا موقنين بكده وهم مش شايفين بشايره، مش شايفين مقدماته، لغايه ما ايه ما يأذن حتى يأذن الله عز وجل. اذا اذن ونزل هذا الامر قالوا سبحان الله، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه أليم شديد. فلذلك يحصل من شهود عدله وشهود حمده حتى في الآخرة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يقول الحسن في قوله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال عز وجل: وقضي بينهم بالحق، وقيل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم، يعني بين أهل الجنة وأهل النار، انتهى القضاء، تم القضاء، لأنه بداية القضاء في سوق هؤلاء وسوق هؤلاء. ثم إذا دخلوا الجنة ودخلوا دخل أهل الجنة ودخل أهل النار النار، تم القضاء وفصل بينهم فصلا تاما. قال: وقيل الحمد لله رب العالمين. قال الحسن: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. مش بيحمدوه على أنه رحمهم لأنه ما رحمهمش، لكن يحمدونه على إيه؟ على عدله، على حكمته، على قدرته. ما يقدروش يقولوا إن ربنا ظلمنا، ما يقدروش يقولوا إن اللي حصل ده كان غلط إنه يحصل، ما كان حصل حاجة تانية. لا، ده هو ده العدل، هو ده الحكمة، هو ده أثار القدرة وأثار العلم، ووضع الأشياء في مواضعها، وضع الشكر عند الشاكرين، وضع الظلم عند الظالمين. هو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين سبحانه وتعالى. فيظهر حمده حتى يحمده أهل النار على ما هم فيه من العذاب. مش إن هم مبسوطين به، لا، دول متألمين غاية الألم، بس مش قادرين يتهموا ربنا. خلاص ظهر أنه سبحانه وتعالى وضع الأشياء في مواضعها، ولم يظلم ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ما يقدروش، رغم أنهم لا يستطيعون أن يصفوا الرب بالظلم، بل بيقولوا ربنا إيه؟ غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ما يقدروش، مع أنهم بيحتجوا يقولوا شقوتنا اللي أنت كتبتها علينا هي اللي غلبت، بس هقولوا وكنا قوما ضالين، اعترفوا، بس ما فيش فايدة. نسأل الله العفو والعافية. في بقى عبارات كده جايه من عند الصوفيه من ايام ابن القيم الاولانيه، التي يعني ليس احسن ان تقال بهذه الصفه، بس هنقول الفوائد منها، لكن كانها مستفاده من بعض معاني الايات وبعضها ليس صحيحا، ولكن احنا ليست طريقه السلف رضوان الله عليه، هنقولها بس دي من عند الصوفيه. ثلاث عبارات بيقول: يا آدم لا تجزع من قولي لك، أخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. ده هي معنى اللي قبلها، هي معنى هو المراد بإيه؟ بخلق إني جاعلهم في الأرض خليفة. بس ما يصحش نحن نقول أن الله يخاطب آدم بطريقة كده: لا تجزع من قولي لك، أخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. بس هو بلا شك ان المعنى ده كان محزنا لادم، اللي قول الله عز وجل: ايه، اخرج منها، وبيقول ولكن كان ربنا بيقول له لا تجزع. لكن احنا الحقيقه انا لا ارى صحه ذلك، وان هذا الامر نسبه الى الله عز وجل، وبعض المعاني مش مستفاده من هذا المعنى،
ان ربنا سبحانه وتعالى انما طمأن ادم بقوله فتاب عليه، ده اللي عندنا. اما اخرج منها فوجد ادم منها الما عظيما، ووجد عاقبة المعصية لا شك في ذلك. وهو قال يا لها من لحظة أثمرت حرارة القلق، 1000 سنة. بيقول ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفس الأسف. يبقى هنقول بس لما جاله ثاب عليه، لما نزل قبل الله توبته ذهب عنه ذلك وعاش في الأرض يعبد الله سبحانه وتعالى ويعني يبحث عن رضاه. لكن يعني بمعنى إن الإنسان لما يتأمل في البعد الذي يحدث له عن ربه عز وجل مدة من الزمن ثم يرزق بعده التوبة، فأثناء فترة البعد لابد أن يكون حصل الظن بالله، وهو أثناء ذنوبه لازم يكون راجي فضل الله وشايف إن هو لابد وأن يسرع بالتوبة ليأتيه الله عز وجل بالمغفرة. ده اللي محتمل نقول المعنى الإيه؟ الحسن. لكن إن الإنسان ما يجزعش من أمر عاقبه الله به يبقى في خطر. لكن الجزع اللي هو بيأس لا، ماشي كده؟ الجزع اللي يخلي الإنسان يائس ويقول عملت معصية ورحت في داهية والدنيا طبقت في دماغي ومفيش فايدة إلا من ده. هو شاف ان ربنا ابعده، شاف ان ربنا عاقبه، شاف ان هو كان في احوال ايمانية كويسة وبعدين نقصت الاحوال دي وابتعد بسبب ذنوبه. هو موجود عشان يعمل ذنب، موجود قدرا عشان يعمل ذنب عشان يتوب، بس اوعى ان هو يفتكر ان هو معلوش مفيش مشكلة، ايه يعني عملت ذنب انا هستغفر واتوب، يبقى راح في داهية. ان هو معظمش المعصية، معصية ما عظمش أمر الله عز وجل. والمؤمن يرى معصيه وذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، يبقى خايف والآن ومضطرب وزعلان على نفسه. يبقى لا تجزع، دي المقصود بها لا تيأسوا من روح الله. دي اللي ممكن نحن إيه، بس العبارات بالطريقة، الطريقة نفسها فيها نظر والمعنى لازم يقيد، المعنى لازم يقيد، وهو إنه المقصود به عدم الجزع المؤدي إلى اليأس الذي يجعل العبد يعني لا يأمل في رحمة الله. ولا يفهم منه ولا تجزع بمعنى ما تزعلش أو ما تحزنش أو ما يصيبه ألم وضيق من نفسه علشان عوقب، لا، خطر كبير جدا. آدم عليه السلام ندمه توبة، ندم ندما عظيما بس من غير يأس، في أمل في رحمة الله. يقول يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. دي عجيبة أوي صراحة يعني، ومش مظبوطة صراحة يعني. آدم في الجنة كان بيدخل على ربنا دخول الملوك على الملوك؟ والله أبدا. آدم طول عمره عبد ربنا وكان بيحب ربنا جدا ويخضع له ومطيع له، وفضل إبليس يتوسل بأنواع التوسل عشان يأكل من الشجرة الوحيدة المحرمة. لكن قبل كده آدم بيشكر نعمة ربنا وبيقول الحمد لله لما عطس، قال الحمد لله ربنا، والملائكة حيوا بالسلام فقالوا هذه تحياتك ذريتك. المهم المقصود سيدنا آدم كان بيعبد ربنا، ما كانش بيدخل على ربنا دخول. كلمة صعبة قوي والله، ما اعرفش انا جابها منين وانهي حاجه تشير فيها، الا ان هو ما كانش عصى ربنا، بس ده بعصمته. ما اهل الجنه يوم القيامه هيبقوا ايه؟ ملوك، مش كده؟ واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، وعمرهم ما هيعصوا، بس كده هيدخلوا على ربنا يوم المزيد ويوم الرؤيه. دخول الملوك على الملوك، اعوذ بالله ابدا والله، ده دخول العبيد تمام العبوديه على الملك سبحانه وتعالى. فسيدنا آدم لما كان في الجنة ما كانش يدخل دخول الملوك على ملوك. ايه الكلمة العجيبة دي؟ عمرها ما تحصل، ولا كان خطر في قلب سيدنا آدم ابدا انه يدخل الملك على ملك. يا ايه، لا لا لا، كلمة غلط لا يمكن ذوقا، مش بس عشان ما فيهاش دليل، وان ربنا بيقول له ما قالش الكلام ده،
ده من جهة النص والطريقة، انه يا ادم كنت تدخل علي. ربنا اين ذلك في كتاب الله؟ واين ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين ده الرسول هو اللي بيقول الاحاديث القدسية، لابد. طب مع المعاني ما ينفعش تتجاب بالطريقة دي ابدا، فضلا انه معنى غلط. ادم لم يكن يدخل كذلك حتى يقال يا ادم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، لا معنى مش صحيح ابدا. وسوء ظن بادم عليه السلام انه كان في نفسه انه ملك بيدخل على ملك، نعوذ بالله. تيجي ازاي دي؟ ابدا والله، ولا صغير ولا كبير. لو ايه اللي هتقول ملك عبد؟ هو كان زي ما هيكونوا في القيامه كده، بعد ما يخشوا الجنه هيدخلوا على ربنا ملوك عبيد، ملوك في ملكهم. بيقول ان ادنى اهل الجنه لمن يسير في ملكه مسيره ايه؟ 100 عام ملكه. واذا رايت نعيما وملكا كبيرا، صحيح في ملك كبير جدا وملك عظيم، ولكن كل ده بالنسبة له هو. أما عند ربنا ده ما فيش إلا العبودية. ولذلك مش الذنب بس هو دي ال- 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 الوحيد اللي فيها من معنى صحيح، إن الانكسار الذي حصل بسبب الذنب زاد العبودية، إن العبودية عبارة عن حب وإيه وذل. فالذنب كسر وأصاب الإنسان بمزيد من الإيه؟ من الذل لآدم عليه السلام. والتوبة زادته حبا، والتوبة اللي ربنا تاب عليه بها زادته حبا وقربا. ده اللي هو الصحيح. بل أنت تدخل علي دخول العبيد على الملوك، طبعا هو لم يزل كذلك. الجزء الأولاني ده مش محتمل، كلام غلط. والثالث بقى والرابع بقى الخلط فيهم برضو في إيه؟ في قضية الأسلوب، اللي هو يا آدم لا ترزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، كانت سبب الكأس الزلل ده اللي هو المعصية، كانت سبب كيسك. كيس العقل، المؤمن ايه؟ كيس فطن. يعني ايه كيس؟ يعني عقل، عاقل. كيس يعني عاقل. فآدم صار عاقلا جدا، منتبها جدا للايه؟ لإبليس. يقول يا آدم لا ترزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب، وألبست خلعة العبودية. اللي رأى قصة سيدنا آدم من أولها لآخرها عمره ما يلحظ فيه ذرة حجب بالنفس. سيدنا آدم حاجة جميلة جدا، هي المعصية اللي عملها، وكان خوفا عليه على بقائه في الجنة، وظن ان محدش يحلف بالله كذب، وكان عايز الملك بتاع الجنه يستمر، ملك لا يبلى. خدعه ابليس، كانت المعصيه في هذا. لكن حقيقي سيدنا ادم ما عندوش كبر نهائي ابدا، ما عندوش عجب بالنفس خالص، ما ذم قط في القران على ان عنده ايه؟ عجب. عشان نقول استخرج بها، استخرج منك داء العجب. ما كانش فيه الداء موجود اصلا، سيدنا ادم ما عندوش الداء ده، الداء ده عند ابليس. لان داء العجب ده نظر الى الى الى, إلى النفس وكماليه. لا، سيدنا ادم كان عنده حرص، ما كانش عنده عجب ولا عنده كبر. دي ادواء ابليس المرضيه، ما ينفعش يتقال على سيدنا ادم عليه السلام انه كان عنده ايه؟ عجب. صحيح انه بيحصل عند ناس من بني ادم بسبب الطاعه عجب، لكن مش آدم عليه السلام. بنو آدم ذنوبهم، ذنوب المؤمنين منهم، تخرج منهم داء العجب. آه ده وارد، لأن مش هم سيدنا آدم. لكن بنو آدم الذنوب دي بتخرج منهم داء العجب، الذنوب اللي بيفتكروها دائما ويحسوا ان هم مذنبين وان هم أخطأوا، دي بتخليهم ما يعجبوش في نفسهم، يفتكر نفسه ما بيعملش معاصي خالص. هيعمل ايه ويقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري؟ لازم يكون عنده استحضار لذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيستحضر نقصه 70 مره في اليوم و100 مره في اليوم، وليس ان هو ايه؟ يرى نفسه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم قد ادم عليه، بل يرى نفسه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. دعية النبي صلى الله عليه وسلم.
في ناس من كتر الطاعات تعمل يحصل لها عجب، يبقى تصيبهم الذنوب تستخرج يستخرج منهم ده العجب. والبست خلعة العبودية وعسى أن تكرهوا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الوكأس الزلل، الحقيقة إن هذا إنما قيل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيما كتب عليهم من القتال. والقتال الجهاد الشرعي مكروه للنفوس فطرة، ولكنه محبوب شرعا، لذا أحبته قلوب المجاهدين والمؤمنين وسألوه ربهم عز وجل وطلبوا الشهادة في سبيله من أجل أنهم أحبوا ما أحبه الله. أما المعصية ولو بعد التوبة فلا ينبغي أن يظل الإنسان كارها لها، يضيق صدره بها، وإن كان ما حدث بعدها من التوبة والطاعات يرى فيه الخير لا في ذنبه، بل يظل متهما نفسه. والله أعلم. كما قال مع أحد الصحابة: اتهم الرأي في الدين، فقد رأيتني ولو أستطيع أن أرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل لفعلت. فبيقول لهم اتهموا الرأي في الدين مع أنهم تابوا إلى الله. عمر رضي الله عنه يقول: فعملت لذلك أعمالا، ففرح بالأعمال بعد هذا الذنب. هو ده الجزء المقصود. يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا، لا، ده لابد أن يظل كارها لذنبه حتى بعد التوبة. ولكن هو ده على فكرة مش ده الجزء اللي هو فيه كالحديث القدسي، يعني لا يصلح ايه أن يكون، بس عشان كلمة يا آدم الأولانية، نقول أنه يصلح أن يحب الطاعات التي حصلت بعد الذنب، وده واجب فرض عليه أنه يحب ذلك، بحيث أن المجموع كله يبقى المحبوب أكثر من المكروه. أن المحبوب هيبقى محبوب الذي أحبه الله شرعا وفعله العبد، والمكروه هو الأمر ليه الذي كرهه الله شرعا وترتبت عليه العقوبة. برضو اللي فيها الأسلوب برضو اللي فيه لا نراه صحيحا: يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، هي الجنة. ويا آدم اسكن، ده عطاء. يقول لم أخرج إقطاعك اللي هو الجنة إلى غيرك. الجنة الجزء الحتة اللي انت كنت عايش فيها دي فضلت لك، ما راحتش لغيرك. إنما نحيتك عنه مؤقتا اللي هو فترة الحياة في الأرض لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم. يعني أنت وذريتك يعبدوا ربنا في الأرض كأنها نفقة البناء، مش أنه طبعا يعني هما بيبنوا في الجنة، مين اللي بيبني لهم؟ الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى بيبنى لهم قصور، وتغرس لهم إيه؟ نخل، مش كده؟ من قال سبحان الله بحمده غرست له نخل إيه؟ في الجنة. في ناس بيبنى لها قصور، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له إيه؟ خصر في الجنة. من صلى لله 12 ركعة كل يوم بني له إيه؟ بيت في الجنة. طب هي دي كأنها كأن هذه نفقة، والعمال بيبعتوا النفقة دي علشان يتبنى لهم إيه؟ هناك في ذلك يعني. ولكن هي بتاعتكم برضو يا بني آدم، يعني آدم وذريته هي دي بتاعتكم، بس انتوا اعملوا الطاعات. الله المستعان. اقول قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.